السلام عليكم. كان واحد الناس شغل كي الموتور تاعها يهتلك ويجي يدخل في الريفيزيون، كاين اللي يقول لك الريفيزي يصدق وكاين اللي يقول لك نشري موتور خير. انا بالنسبه لي كتجربه تشري موتور خير في الصندوق، خاش لا ريفيزيون دي فوا تصدق دي فوا ما تصدقش، دي فوا تكون بياسة عيانه، دي فوا الميكانيسيان ما يخدملكش مليح، وفيها تاع راك تدير البلوك وتشوف تورنال وتعمر وتشري لي سيغمو وما نجح. مهم فيها خلطة كبير. انا من الاحسن وتقاملك تقريبا براسك بتزيد مليون مليون ونص وتاني راسك. بالنسبة لي انا كنصيحة وعن تجربة انك تشري موتور صندوق، تحط موتور صندوق وتاني راسك. بالنسبة لي مارك تاع لي موتور انا نعطيكم على حسب شغل واحدين خادمين لا بياس ويعرفوه، وكاين ناس بزاف تعرفها الموتور باطع في سخشينه. نوصيكم بلي مركز الملاح كيما نقولوا حاجه مليحه وما شناوا بصح حاجه مليحه. كاين الكوهي ومن بعدها الابي ومن بعدها الدانسو ومن بعدها الكيفن، كيفن برادر عفسه كيما. اما حاجه واحده اخرى ما نضمنها لكش، والماركه المخيره كاع المربين الكوهي والابي والدانسو. سيرتو في الكوهي، كي تلقى في الكوهي شري، تحوش تفهم شري حاجة لايبة. والسلام عليكم.